يمكن الزمالك تعاقد مع مدير فني جديد الأمريكي ويليام فويت. هو طبعا مشهور في القارة بالتجربة الناجحة اللي عملها مع نيجيريا وقدر يكسب بيهم بطولة أفريقيا. متوقع للتجربة دي إيه مع كمان ضم 5 محترفين في البطولة؟ هيلعب منهم 4. هو طبعا مدرسة مختلفة. الراجل احنا كان معانا واحد اوجستي كان اسباني، بعد كده جالنا اليوناني، طبعا امريكي، مدرسة مختلفة خالص. اعتقد الموضوع على كأس العالم بالذات هيبقى سرعة الادابتيشن بتاعت الفرقة مع الفلسفة اللي هو عايز يعملها. يعني لازم اللعيبه تبقى تستوعب بسرعه اللي هو عايز يعمله في الفرقه. في الاول والاخر انت اللعيبه دي كبيره، مش هتعلمهم باسكت من اول وجديد، لكن كل مدرب بيبقى ليه اطار الاداء معين. لازم ان انا الاول يعني افهمه وبعدين عشان انفذه، مش الفهم بس، لازم كمان يعني ابقى واثق فيه. رغم ان الدوري يعني الدوري الدور الاول ده دور المجموعات ده بيكون ترتيبي، فالمفروض يعني بيبقى متوقع ان الدنيا تكون اهدى، لكن دايما بنلاقي ماتشات اثاره وفي نديل لحد اخر ثواني. فانت بالنسبه لك بيكون ده حماس اكتر، ولا المفروض ان الدنيا تكون هاديه لحد البلاي اوفز زي ما بتقال؟ لا يعني لا، هو الحماس مطلوب، يعني الباسكت بول لعبة حماس، ولازم يبقى فيه المناوشات والشد، وكل الفرقة عايزة تكسب والجمهور بتاع أي فرقة عايزهم يكسبوا. لكن أنا برضو كلاعب لازم أبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي، ما ينفعش أنجرف ورا عواطف الجماهير زي ما بنقول. لازم أبقى أنا شايف البلان بتاعتي كفرقة. كل فرقة المفروض إن المدرب بتاعها بيحط بلان معينة، أنا عايز أجهز أكبر عدد من اللعيبة علشان اخش العب البلاي اوفس، يبقى عندي 12 لعيب. يمكن كابتن احمد مرعي من احسن المدربين اللي بيعمل كده. توصل ان شهر 3 ال 12 لعيب بتوع نادي الاتحاد كلهم رجليهم في الملعب، كلهم بيلعبوا، كلهم هتشيل اي واحد فيهم وتحط التاني هتلاقي التاني جاهز. وهي دي يعني انا شايف ان لما يبقى السيزون بتاعك بيعتمد على البلاي اوفس، دي اهم حاجه. مش ان انا اخش البلاي اوفس عندي 8 لعيبه ارهقتهم بيلعبوا 30 دقيقه، وعندي 5 6 لعيبه بقالهم 10 20 ماتش ما بيلعبوش. بيأثر طبعا، لان انت في البلاي اوفس ما تعرفش هتحتاج مين. البلاي اوفس دي بتبقى سيريس طويله، 5 ماتشات، حد شد، حد مش ماشيه معاه، ايا كان السبب ايه، هتحتاج اللعيبه بتاعتك ان هي تبقى جاهزه. فطبعا بيبقى مهم جدا ان تلعب الناشئين، تديهم وقت كتير في الاول حتى لو هتخسر. انا مش بحاول اخسر، بس انا بحاول اجهز الفرقه. في لعيبه بتبقى جايه من اصابات لسه، واحد زي مثلا انا برضو لسه راجع من اصابه قعدت فيها فتره طويله جدا، محتاج ان انا العب الخمس ست ماتشات دولت عشان اجيب نفسي. تدريجي طبعا، ما ينفعش ان انزل العب 40 دقيقه برضو، ما ينفعش ان انزل الملعب اعمل كل حاجه كنت بعملها قبل كده، لازم واحده واحده وهكذا. طبعا في لعيبه كتير جدا ناشئين لسه طالعين من ال 20 سنه 21 سنه، محتاجين ماتش واثنين وثلاثه، محتاجين يلعبوا ماتشات اللي تفهمهم يغلطوا. يعني احمد ياسر امبارح غلط في الماتش عادي جدا، يفهم بعد كده. لان انا يعني انا قلت له على موضوع الاحتفال بعد كل باسكت، بس المشكله ان احنا ما بنتعلمش غير لما نتقرص، عادي مفيش مشكله. زيها زي لعيبه كتير جدا لازم يغلط مره واثنين وثلاثه في الباسكت عشان يتعلم ان هو ما يعملش او الصح كذا أو. وهو ده فايده الادوار ديت. الترتيب طبعا مهم، انا في الاول وفي الاخر عايز برضه ابقى اول 4 عشان العب ماتشين عندي والحاجات الاستراتيجيه دي كلها، وانا مش نازل اخسر كل الماتشات. لكن في ماتشات تانية ممكن ادي اللعيبه كتير، ممكن ادي لعيبتي كتير. اوجاستي مثلا بيلاعب لعيبه ناشئين في ماتشات كبيره، ينزلهم يلعبوا ماتش اتحاد، ينزلهم يلعبوا ماتش الزمالك عشان اللعيبه دي تبدا الفير اللي بيبقى موجود في الاول، الخوف اللي بيبقى عند اللعيبه الصغيره لما تلعب ماتشات كبيره ديت يروح دلوقتي. ما احطوش في ماتش في نص نهائي دوري واقول له النبي ساعدني عشان انا ما عنديش غيرك، ما مش هيديك. يعني مركزك كسنتر بيبقى برضو التركيز عليه اكتر في الدفاع، مين اصعب لعيب يعني لعب عليك كمهارة بقى، يعني زي ما بيتقال كده كنت متضايق وهو بيلعب؟ يمكن المحترف اللي ضايقني قوي كان تود اوبراين، كان في الاهلي بعد كده راح سبورتنج، كان محترف رخم جدا، يعني كان من ارخم الناس اللي انا دفعت عليها هنا في مصر بصراحة. يعني هو كان طويل بس عنده الميديوم شوت ديت زي يعني يقول سلام عليكم كده. وكانت المشكله ان لما مثلا انا بمسك واحد طويل على الثلاثه بونت، حتى لو هو بيشوط في مساحه كبيره ان انا اتحرك اروح اساعد مثلا وارجع له، لكن هو بيبقى واقف في اماكن ضيقه جدا وصغيره وبيشوط ويجيب.
فكان بصراحة كان من أكتر الناس اللي كان الدفاع عليهم صعب يعني. إيه أبرز عادات أنس أسامة لقتل التوتر قبل الماتشات الصعبة يعني اللي بتبقى عليها ضغط كبير؟ مش فاكر آخر مرة توترت فيها الصراحة. من زمان قوي يعني، كنت ممكن مع المنتخب بس يعني أنا بلعب بلاي ستيشن عادي، ممكن يوم الماتش الصبح ألعب شوية بلاي ستيشن، مثلا ليلة الماتش ألعب شوية بلاي ستيشن. يمكن خلال 3-4 سنين الأخيرة ابتدى يكون فيه اهتمام بإذاعة المباريات، يمكن ده ممكن يكون زود شعبية اللعبة أكتر عن بعد ما بدأت فترة تقل. شايف ده بيساعدكوا إزاي، وإن خلاص أسامي اللعبة كمان بقت معروفة، الناس ممكن تشوفكوا دلوقتي في الشارع تبقى عارفة ده بيلعب فين وده مين؟ لا هو ميزة طبعا لينا احنا كلاعيبة في الأول، إن يعني في الاول وفي الاخر ده شغلي صح، فانا لما الناس تعرفني ده دعايه ليا انا كأنس، اقدر ان استخدم ده في البيزنس عامه. وبيدي حافز لعيبه كتيره جدا لما تلعب كويس والناس تبقى تعرفه انت مين وبتعمل ايه، دي حاجه كويسه جدا يعني. الناس قبل كده بتصور معايا عشان انا طويل بس، دلوقتي الناس بتصور معايا عشان عارفين انا مين، او على الاقل شافوا صورتي على الفيسبوك عرفوا انا مين بعمل ايه، دي حاجه بالنسبه لي تفرق نفسيا طبعا. وبالنسبه للرياضه ككل طبعا، ان انا عشان انمي الباسكت محتاج دايرة الباسكت توسع شوية. احنا كنا زمان لحد دلوقتي يعني برضو تشوف ولاد المدربين لعيبة، والموضوع كان الاول ماشي كده يعني بالتوريث، مش بالتوريث يعني، لكن فاهم قصدي، ان مفيش ناس كتير بتصحى مثلا الصبح كده انا هخلي ابني العبه باسكت. فلكن انت توسع الدايره بتاعت الباسكت من ناحيه حتى عائلات يشوفوا الباسكت لعبه حلوه يحببوا اولادهم فيها، اولاد تتفرج على الباسكت، دي حاجه بالنسبه للرياضه مهمه جدا. احنا مثلا عندنا هنا احنا 100 مليون واحد، لو كل ما توسع الدايره بتاعت الباسكت كل ما في ناس هتخش تحاول تلعب باسكت، ممكن دول يبقوا نجوم. لو انت هو ما اتفرجش على باسكت وهو صغير عمره ما هيفكر انه يلعب باسكت، هيروح يجرب يلعب كوره. نفس الكلام في امريكا يعني، بص ليه الناس كلها تقعد تقول لك هو ليه الامريكان الباسكت عندهم كبير، كل الناس لان هو في حاجات كده بتبقى جينيتكس، اللي بينط عالي واللي بيجري بسرعه ومش عارف، كل دول عشان كله بيروح يلعبوا باسكت، فبالتالي بتلاقي فرقه الباسكت كلها النطيطه والجامبرات والجري، وتلاقي صواريخ، ما هم لان هو ال 100 مليون واحد دول متعرضين للباسكت، غير ان احنا عندنا من ال 100 مليون بتوعنا مثلا تتكلم في رقم قليل جدا يعني. فانت كل ما الرقم ده يكبر كل ما الـ 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 الناس اللي بيخشوا جوه المفرمه يكتروا، كل ما اللي يطلع من المفرمه يفيد البلد ويفيد الرياضه ذات نفسها يكتر، بدل ما بتدخل 10 يطلع منهم واحد، ادخل 100 يطلع منهم 10.